بص، احنا بنتكلم عن سلة الاهلي ولازم كمان نتكلم شوية او ندي الاسباني جوز تيبوش يعني حقه. بصراحة هذا الرجل اللي قدم كتير جدا والمخضرم اللي قدر ان هو مع الفريق او الفريق قدر معاه ان هو يحقق 9 ألقاب حتى هذه اللحظة. بالمناسبة برضو يا كريم، الموسم الحالي هو حقق يعني 4 ألقابه تقريبا، لقب دوري السوبر، دوري المرتبط، كاس مصر، الدوري الافريقي لكرة السلة. انجازات كتيرة جدا تحقق مع جوز تيبوش المدير الفني. كان ليه تصريحات كمان اتكلم فيها عن النادي الاهلي وقد ايه هو فخور يعني ان هو بينتمي لهذا الكيان الكبير واللي بيمتلك تاريخ كبير جدا، مش بس في كره القدم بل في كل الرياضات المختلفه. هو قال كمان واتكلم عن دعم الاداره ليه، وقال لدينا الدعم لتجميع افضل فرق ممكن او فريق ممكن عفوا، فهناك 6 أو 7 لاعبين صنعوا التاريخ مع منتخب مصر يعني، ولدينا ايضا عناصر مميزه في الفريق. واتكلم كمان عن التتويج بالدوري الافريقي مع الاهلي وقال كده الفرق المنافسه في البطوله كانت على اعلى مستوى وخرجنا كمان بفوز كبير. اعتقد ان مستوى كره السله هذا الموسم في البطوله كان اعلى بكتير جدا. الملخص خلينا نقوله ان لما فعلا يا كريم تتكلم عن هذا المدرب المخضرم جدا جوز تيبوش، هو مدير لديه العديد من الخبرات، ذكي جدا بالمناسبه على المستوى الفني وعلى كمان المستوى الشخصي، عنده كاريزما قويه جدا، ناس كتيره جدا بتحبه من الجماهير، يعني دي كلها صفات اعتقد تتجمع في كيان او تتجمع في زي ما تقول خلطه كده الانسان الناجح عامه، مش بس المدرب الناجح او اللاعب الناجح. خلينا نشوف جوز تيبوش تحديدا قال ايه في هذه التصريحات ونرجع نكمل. فزنا بهذه البطوله الصعبه والعنيفه لان كل مباريات القاهره كانت صعبه، وايضا مباريات رواندا حيث واجهنا 3 خصوم أقوياء وخصوما جسديا، ولكن في النهاية لاعبي الأهلي وجدوا الطريقة للمنافسة والفوز باللقب. أظن أن من ثقافة جمهور الأهلي أنه دائما ما يبحث عن البطولة القادمة ولا يعطي نفسه وقتا ليحتفل بما تم إحرازه من بطولات، وهذا شيء جيد ويضعنا دائما في تحد، ولكن أظن أيضا أننا بذلنا الكثير من الوقت والجهد لإحراز هذا النصر والكأس الغالية، ولهذا سنحتفل قليلا مع جمهورنا الذي أحيانا لا نتواصل معه أثناء المباريات، ولكن نشعر بنبضهم من خلال الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي. نحن فخورون بهم جدا ونسعى دائما للتواصل معهم وإرضائهم. سعيد جدا بمستوى المحترفين وانسجامهم مع الفريق بسرعة كبيرة. ليس من السهل لمحترف في وقت قصير أن ينسجم ويتواصل جيدا مع باقي أعضاء الفريق، ولكنهم أدوا أدوارهم جيدا وذلك بفضل مساعدة اللاعبين المصريين لهم. وبالفعل قام نوديان كوري بالانسجام مع الفريق في وقت قصير، واستطعنا استدعاء خدمات مايكل تومسون والذي يعرف الفريق جيدا منذ الموسم السابق وكان لهم دورا كبيرا مع الفريق. لجمهور الأهلي، أنا سعيد جدا أننا أحضرنا هذه البطولة الغالية لكم وأسعدناهم حقا بها. أتمنى في المستقبل إحراز العديد من البطولات وإهدائها لجمهور الأهلي.